انا ما شفتش طبعا كابتن صالح بيلعب. أيوة. يعني أيوة. بنلاقي بعض المشاهد النادره بس ما شفتلوش ماتشات كامله، بس كنت بعرف انه كمان بيلعب في مراكز كثيره جدا جوه الملعب، يعني اوقات تلاقيه مهاجم وبيجيب جوال، اوقات أيوة. تانيه تلاقيه ممكن يلعب في نص ملعب او يلعب أيوة. مدافع، في ماتشات أيوة. لعب فيها مدافع في وسكات مساك واجاد ايوه لعب ستوبر او قلب دفاع يعني أيوة. بطريقه كويسه جدا في مباريات يعني طبعا في مباراه برضو يعني من لو معلش لو انجاز التشبيه يعني عشان الناس اللي ما شافتش كابتن صالح أيوة. من الاجيال اللي لعبت كوره في مصر او في الاهلي في العشرة او العشرين او الثلاثين سنه اللي فاتت، يعني مين اكتر حد منهم ممكن تقول انه ستايله شبه ستايل كابتن صالح سليم في الملعب؟ يعني بامانه يعني هو وكابتن رفعت الفناجيلي اللي هم الاثنين دول ما فيش حد يعني جزئيهم حقيقه يعني حقيقه يعني انا دايما برضو لازم ندي الكابتن رفعت ولا تيتش حاجه. لا الكابتن مختار التيتش انا ما اتفرجتش عليه طبعا كنتش لسه يعني حتى لما لعب كاس عالم ما كنتش لسه اتولدت يعني بسمع حكايات عن التيتش انه يعني كان اسطوره برضو طبعا ده لعب اولمبياد وكاس عالم 34 اللي هي اول كاس عالم وكان لعيب حكونا عنه طبعا انا ما شفتوش طبعا انا حضرته بقى وهو يعني رمز من رموز النادي الاهلي وانا بقى مدرب واما كنا نيجي وهو قاعد في الجنينه كده كنت بمشي زي اللعيبه كده نبعد فراح ناديه لي طه فرحت قلت له نعم قال لي اقعد قلت له نعم قال لي اقعد يعني قلت له نعم مرتين على اساس ازاي اقعد قدام الكابتن مختار التتش يعني بس فقال لي انا الاستاذ عبد الصالح الوحشي قال لي وشفتك انا في اكتر من تمرين وهتبقى يعني ده تشجيع ليا طبعا وهتبقى مدرب كويس جدا واللعيبه كلها بتحبك وبتحترمك وشفتك ان انت يعني صوتك مش عالي قوي او بتتنرفز على اللعيبه قلت له انا الحمد لله يعني دي معروف سواء في العيله في زمايلي عمري ما اتنرفزت على حد ولا يعني بس فيعني الكابتن مختار كلنا استفدنا منه برضو من طريقته ومن شخصيته